يا خي ما في غيري انا بعيد التوازن كله. انت بتعيد التوازن؟ يا حبيبي انا بعمل توازن بين كل المؤسسات. انت بدك تعمل توازن بالمؤسسات؟ انا بعيد الخطه الاقتصاديه كلها بظبطها انا. والله؟ لك يا حبيبي مش بس هيك، انا بلعب بالامن لعب، انا بظبط الامن كله. انت كمان بتضمن الامن؟ طبعا شو بك يا خي، ولك مش بس هيك انا بظبط كل الاوضاع الثانيه. اي اوضاع ثانيه يعني؟ لك يعني انا حتى ممكن يكون عندي تاثير بالتسويه الاقليميه. انت بدك تاثر بالتسويه الاقليميه؟ بدها دول يا زلمه. يا حبيبي انا عندي قدرات انت ما بتعرفها، انا بظبط كل القصص كيف بظبطها. انت كشخص يعني؟ لك ايه شو بك، انا كل هادي بعمله لك، انا حتى اذا حطيت ايدي بالنووي الايراني بظبطه. يعني انت بتعيد التوازن لكل شيء انت؟ صحيح، بس في شرط واحد يعني. في شرط؟ اكيد في شرط. شو الشرط؟ كون انا على راس السلطه. هيا طبعا. طب ولك واذا ما مشي الحال؟ يروحوا يبلطوا البحر. طب يلا بالاذن. لوين رايح؟ لا بدي وصي عبلاط.